السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في سلسلة طبعا مدير المزرعة. كان عندنا المرة الماضية مشكلة انه هاي قاعد يستهلكون كل الرازبري، ما في فعليا رازبري قاعد يزيد. هاي شيء زين وشيء مو بزين صراحة، ناقص بعد عمال. زين، الشيء المو بزين انه بنحتاج وايد مزارع رازبري، الشيء الزين ان انتاجهم عالي صراحة. فشو قررت انا؟ قلت لكم المرة الماضية شو بنسوي؟ بنسوي مزارع جديدة، هذا الحل الأمثل. بنسوي 12 مزرعة جديدة، خلنا نطلع شارم هني، وال 12 مزرعة هايل على أمل يشلون ضغط منو؟ الرازبري. إذا زاد الإنتاج، ترى الموضوع بسيطة، 1 2 4 6، 1 2، مو عندي فلوس كالعادة، ندخل السوق نبيع. شوفوا والله يعني قمنا ندخل، يعني نحس انه يكون فلوس. شوفوا الراسبري 166 ألف، يا الله هذا هو الكلام. الراسبري طبعا ما ببيعه، الراسبري اباه، كل اللي بيستعملونه اصلا ما راح يتم منه شيء. 500 ألف في ضربة، نايس. انزين الحين اللي راح يستوي، راح اسوي 12 مزرعة زيادة. شوفوا 12 مزرعة رازبري، هذه راح انتج منها يا اصدقائي تقريبا. هني بنقسمها في الوسط، هني بيكون شارع، هني بيكون شارع مرور بالعكس الى الخارج. ممكن ازيد مساحة هذا صراحة. اوكي البيوت لا، بس هذا عادي لانه ما راح يلمس اشياء فعليا. المصنع هذا مو مشكلة، عندهم مخزن مالهم. انزين بحط 3 بيوت. اول شيء لازم نكتب شو رازبري اورجانيك، نسوي ابجريد. زين ندخل اورجانيك ولا العضوي ولا بايو رازبري. زين. رازبري اورجانيك بعد هاي شغلانه. لحظه انا ياس انسى شيء، الابجريد اعطي لهم مي، ما له داعي ري، خلاص. اورجانيك يا جماعة الخير، رازبري بالطريقة هاي، رازبري اورجانيك بالطريقة هاي. ندق بابجريد، هذا دقينا بابجريد لا. انزين الحين هذا مفروض مش يغطي، نظريا مفروض يزيد بعد صراحة، بس للحين ما نعرف شو الوضع مع الجماعة. وين صار هذا غلط؟ رازبري اورجانيك فين؟ هذا صح، هذا صح. الحين المشكلة في الجماعة، هل اوكي رازبري اورجانيك بنحط رازبري اورجانيك، كلهم اورجانيك صح. بايو بايو بايو، هذا لا بايو. زين بايو، كلهم بايو صح. هي بايو ابجريد بايو رازبري. الحين ترند اصلا اشياء العضوية وايد ترند. اورجانيك، اورجانيك والله مرات احس يقصوا علينا. زين يب، ابجريد 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 ابجريد. طبعا المفروض هاي شغالين 24 ساعة، ما يفرق ترى لان بيوت بلاستيكية. هذا يبغى له 3 بيوت هاوس، بيت بيتين ثلاثة في مكان حق الرابع، لكن ما ظني بوظف حد. انزين وعندهم ماي 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 ماي، عندهم ما عندهم هذا صح. سوي هني نبى كهرباء حق المنطقة كامل هني. اوكي يغطي الكل ظني. انزين كلهم كهرباء. انزين هاير الحين نبى كل ال، اول شيء اول شيء كل البيوت نبى الرينج مالها ما يتعدى، يعني ممكن يساعدون بعض شوي اوكي، لكن يروحون اماكن ثانيه لا. انزل صبر نعرف نسوي كليك. هذا زين، هذا مو بزين. اوكي الطريقه هاي مو مشكله، هذا الطريقه هاي
مو مشكلة، خلي يساعد اللي يساعدون بعض، ما عندنا مشكلة. يعني مثلا هذا لو زاد شوي ويساعدون هني اوكي، هذا لو زاد هني ويساعدون هني اوكي، هذا لو زاد شوية ويساعدون هني اوكي، بس يساعدون شيء ثاني لا. زين الحين خلي نوظف، نوظف اصحاب النباتات. بلانتس 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 بلانتس، ما في بلانتس زيادة، خلي نجيبهم هايل، نسوي لهم تطوير في مجال عملهم. لا ابغى البلانتس انا، عفوا. انزين ونزيد البلانتس عندهم. انزين هاير، شوف بلانتس بلانتس مانوفاكتشرنج، لا انديورنس هذا بشله، انديورنس في حد انديورنس؟ مو مشكله بشلك انت. انزين هو التحمل عندهم اللي هو شيء طيب جدا. انزين الحين سبعة من عاية ثمانية من ثمانية، الحين عندي ثمانية محتاج 16 واحد غير. والله بالجملة قاعد اوظفهم والله مش طبيعي، بس احاول اطور قد ما اقدر، بس لاني جالس اوظف وايد في ناس يعني طوف عليها التطوير. انزين الحين هاير هني، بلانتس عند بلانتس عند بلانتس عند بلانتس. زين كلهم نطور البلانتس، شلهم نطور البلانت. ناس يعني هاي خبرتهم في النباتات، عرفتوا اول مرة يجيني الفاتورة وعندي فلوس تزيد، في العادة انزل تحت ماينس. بلانت بلانت ماشينز بس واحد اظن اثنين يحطونهم، لا وين حطوهم عادة، هاي يرتبونهم على كيفهم. بلانت اظني هو فل اصلا كانوا. انزين هذا التوظيف هاي شغلته شغله شوي. بلانتس عندي واحد الحين اظني المفروض اتس فاين اتس فاين، خلهم الحين ينتجون شوي رازبري حق الباي وحق انتاج الجام، ترى انتاج الجام خطير. على كل اللي قاعدين ننتجه بعد ينقصنا، ندخل السوق يحطين لنا اياه اصلا سجستد 3000، ها 100000 دفعت توا اقول جام. بس الحين الجام اللي عندي كم يسوى؟ يسوى 120000. الحين التكلفة مقارنة في الربح جيد. زين بس عندي حليب بقر بعد وايد، ها بالي مصنع ثاني، مصنع حق جبان، لان جبن البقر قاعد اخلي فلوس. صبر خلني احطي مصنع هني عقب ارجع لموضوع الرازبري. وينك يا مصنع؟ برودكشن ملك بروسيسنج بالطريقة هاي، هني اربع صح، هني هالبيت يغطيه يغطيه. زين بصنع هني بعد من النوايد، حليب بقر عندنا شوفوا يعني يتجمع بال 15000 لازال، وممكن نستهلكه افضل صراحة. حليب الخرفان اوكي بس بعد مش في الستوك نفسه صراحة، حليب خرفان شيء اصلا قاعد يخلص شوي شوي. هذا عندي warning not enough resources raspberry organic. اوكي برايك الحين مش فايق لك، شوف كيف قاعد يشتغلون تقولون نمل نايس. عندي تريننج اقدر اسوي تصدقون، خلنا نسوي تريننج الجماعة. كنت شغال في شو انا على شو شغال على هذا سترينث مالهم قوتهم. اوكي هذا بنوظف له ناس اير مصنعين من واحد اثنين انديورنس بشلهم ثلاثة، كلهم يدومون هني الحين، كلهم ينتجون اللي هو حليب البقر، جبن حليب بقر بينتجونه خلاص. هذه القاعدة الستاندرد، دام عندي وايد الصراحة بحطيه لمصانع. هني ما اقدر احطي شيء بس هني اوكي الحين اقدر احطي مصانع، شوفوا قام بينتج. يعني شو الفايدة من الموارد الزايدة؟ حليب البقر
سهل، ممكن اني انتج زيادة ان شاء الله، هذا ما يضرب الانتاج يعني، على امل. جابوا له 11,000، هني اللي عنده 2000، هني عنده 4000، المخزن 5000. اوكي انترستنج. سيارات كلها شباب، لا في سيارة فاضية، ها في سيارات فاضية تبا لهم، باني وايد سيارات انا. انزين هني 11,000، هني 2000، خلاص شغالين يعني، هني 4000، وفي عندي هني 5000، ما قاعد يوزعونن. انزين شو اخبارك يا حبيبي الرازبري؟ ما حد بيطلع روحي الا موضوع الرازبري، انا ترى فكرة صدق 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 قاعد يطلع روحي موضوع الرازبري هذا. بلانتس بلانتس، خلنا نزيد انتاجيتهم. ها اخر اثنين جايز بلانتس 5 out of 5، بلانتس 3 out of 5 مكتوب والله، بلانتس 5 out of 5 5 out of 5 5. كلهم طورتهم؟ اي كلهم طورتهم. بعد ناقصنا موظفين، احنا كنا 24 موظف اصلا، الزمن باقل من الخطة، لين يبدون يشتغلون، لين هذا لين ذاك، يبالهم شوي وقت ترى. زين بلانتس لازم فل، بلانتس لازم فل، بلانتس صفر، انت دربك فل، انت انديورنس وبلانتس، انت موظف مميز راح، موظف مميز، ونطلع عندك 25% اداء. انزين اذا ما كفوا في حال هاي ما كفوا بسوي غيرهم، بس اوريدي قاعد يعني شغالين ما شاء الله، عندي كمية موظفين يعني، يعني في 60 موظف هني، وشو يسوون؟ الفايدة منهم عرفتوا؟ تدريب مرة ثانية، على امل اني ما اوقف تدريب، ما انسى. تشيبر ورجر، اوه 30% ينزل اسعار الموظفين، الشيست كوست مالهم. واو زين، هم وين يجيب رازبري الحين؟ وين يجيب رازبري؟ في رازبري عندهم، عندهم شوي رازبري. اوكي هذا هذا شوي مبدئيا اذا طالع المخزن هني اوكي، اظن حليب البقر بيسوي بريك ايفن خلاص، بيكون على قده يعني الحين. خلينا انت يلبيع 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 67,000 جبن جبن جبن، يدخل جبن البقر قاعد يدخل عليه ذهب، بس والله بعد قاعد يدخل شيء. اوكي وعندي وايد ويت، لحظة عندي يبالي شو اسمه المخبز، يبالي مخابز بيكريز يبالي الصراحة، بس البيكري مو برخيص 400,000، بس الطحين سهل. زين خلينا نحط الشارع هني للبيكري. زين ابا ابيع، صبر بحط بيكري زيادة، ببيع مجموعة اشياء من الجبن هذا، البيض اللي هني، هذا اللي هني اللي هني، لان عندي وايد صبر بيكري، عندي وايد طحين، وايد يعني بكلمة وايد. حبيت رقم كم؟ 7. زين خل هذا ينبني، بحط عماله بيت رقم 7، خله يسوي خبز او معكرونه بشوف، بس خله يبني. خل شوفوا الحليب هذا، هذا هذا من البقر هذا، يسوي لي ثروه. انزين هاير نيو مصنع مانيفاكتشرنج بيتر 5 7، مانيفاكتشرنج بيتر 5 7، مانيفاكتشرنج بيتر 5 7، مانيفاكتشرنج بيتر 5 7. انزين هذا كلهم هني يوا، نايس نقدر نزيد انتاجيتهم اعلى شيء
فلوس، نبغى فلوس. أنا أنت لحظة، ليش كل شوي هذا الماركت يا حبيبي؟ كروم أول يوم بعرف الماركت وين والله. سأدور كنت. راسبري ضارب سما. والله بيع عشوائي ترى صراحة. يعني اللي يقول أنا ألعب باستراتيجية والله غلطان. هالسلسلة قاعد ألعب بالصرف. بس أصرف فلوس. أصرف ما في الغيب يأتيك ما في الجيب. انزين. الحين خبز عندنا وايد وايد قمح عندنا. انا اشوف القمح عندنا زايد، يعني مش بسيط. ولا قمح في البار انه يكون زين. هني كم في قمح؟ هني 1500، هني 2400، هني ما في برايه. نقدر ندخل هني نروح سل، شوفوا كم كمية الشسم اسمه اللي عندنا ويت فلاور. يعني اصلا حرام ان انا ما احطي زيادة. انزين الباقي هو يستهلك بيض و... اوكي. هذا بايو ما عندنا. نقدر نسوي معكرونة بعد، مش غلط صراحة. معكرونة نسوي خبز بس من الويت فلور. نسوي الحين، انا عندي وايد ويت، قمح وايد عندي. شوفوا القمح عندي كميته ضخمه، والطحين كميته بعد ضخمه، فالوضع عندي يتحمل. زين هارفستد كل شو اللي هارفستد؟ لحظه، رازبري صار في عندنا رازبري يعني اخيرا شويه. اي يعني والله لا في. اوكي في اشياء قريب ولا كلها بعاد؟ لا في. اوكي في الحين دفعتين صاروا، الحين المفروض يتمون شغالين بدون مشاكل. انزين اذا بجيب هني مجموعه مخابز اقدر اصرف البيض والحليب الزايد اللي عندي. الحين عندي حليب بقر زايد، بس حليب البقر هين. انا عندي 3 مال البقر بس. زين يبقى حشيش، يبقى اوت، هذا عندي وايد، ما عندي وايد. انزين اقدر اجيب هني برودكشن انيمالز. سوري عفوا ما عندي فلوس. نبيع الاجبان والخبز والجام 170,000 بس، هاللي ببيعهم الحين. انزين واسوي سمول كاوشد، 1 2 3 هني في الزاوية، بس عسب اوفر طريق حق العالم. بحطي سوير هاوس، بحطي 2 من هذا لانه وايد يطلع من هاي. والله لو حاطينهم هني افضل، اشكالهم احلى. اشيل هني 1 2 اشكالهم كيوت هني على الدياي. انزين هني بنسوي بقر. بقر شو اسوي ناكله؟ كل شيء ما عدا اللي هذا. باي بقر اكله. 1 2 3 بيوت فيها مكان فاضي؟ البيوت معباية. بيت فل فل فل، بيوت كلها فل ما شاء الله. زين خلينا نحط بيت هني وبننزل الرينج ماله. زين هني باي بقر. باي 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 باي. ما عندي فلوس، مو مشكلة فلوس الحين، فلوس موضوع هين. زين بس الحين نسوي هني توظيف 1 كبير انيمالز. بيت 19، بيت 19 لازم ننقص مدى خذر الامكان. يعني نسوي بالطريقة هاي على اساس ما يقعد يضرب خطوط ما لها داعي. انزين البيت الثاني موظف، هذا بعد حيوانات فاهم صح؟ تعال انت هني. البيت الثالث بنوظف 1 هاير انيمال دوز بيت نمبر 1919. اوكي الحين كلهم لهم شو؟ انا اقصدهم احدد اكل. اوكي حدد اكل باي باي. ما اقدر ادق باي لان يمكن ما عندي فلوس.
ما شاء الله على المنتجات. شوفوا رازبري 56,000، الخبز 36,000، بس الحليب يمكن لاني انا بحتاج بس ابخ شوي حليب في المكان على اساس ابدا اطلع. شو باي بقر؟ واحد ثلاثة أربعة سيريهات أكل. أنتي في سيارات في كل شيء. إنزين الحين بس باقي يبون لهم أكل، لأنه يبون لهم أكل شوي خلاص راح ينتهي الموضوع هذا. والأكل حطيته مكان قريب يعني، وأزيد التخزين منها ترى على فكرة. كورن ما أدري شو إلى آخره إلى آخره إلى آخره. البارن، البارن يوصل هناك؟ يوصل بس بعيد. يبالنا بي جراس 100,000 كله بارن. نبا بارن، اعطي بارن قريب. صبر، اين انت يا بارن؟ اقدر احطيك سيدة هني؟ افا خلنا نسوي بالطريقة هاي، لان نحن نبا حق وين؟ احنا نبا حق هذا، يكون قريب من البقر. انزين البارن كم يزيدني اصلا مساحة تخزينية؟ 50,000 ماكس كبات. وكم الحين؟ 150,000. مفروض يستوي 200,000 صح؟ ما يزيد فعليا. البارن ما قاعد يزيد، لان انا كم بارن؟ انا متاكد عندي اكثر ولا لا؟ اكثر وير هاوس. صح 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 صح. خلينا نشوف يزيدنا 200,000. ما زادنا فوق ال 150,000 في البارن. ليش؟ 200,000 200,000 استوى 200,000. نايس نايس. زين نبا البارن. الحشيش ما اقدر اسوي فيه شيء ولا بس اكل؟ اظني بس اكل. انزين الحين يستوي عندنا حليب بقر دبل 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 دبل. تعرفون شو يعني دبل؟ وايد ترى، وايد راح يستوي عندنا حليب. فمن الافضل اني ابدا بالبيع. هني اكيد رازبري صح؟ هي رازبري، والله توقعت اشتري. انزين خلنا نبيع خبز، جبن، جبن بقر 70,000، 45,000، 2,500 بيض. الحين قلنا ما بنبيعه صح؟ كابتش وهذا سماد وايد عندنا ما نبغى. شو السالفة؟ رازبري رازبري هنا. ها هاي القام يخلصون صح؟ قريب يخلصون. اوكي مع عدد الرازبري هاوس مصنعين، بس مصنعين يستهلكون 24 بيت بلاستيك. تخيلوا انتو لو ما تخيلون. انزين الحين هاي يستهلكون حشيش اصلا من الحشيش. ما اخذ البارن مالي كله. ستل مش اوت سوري. دراس 50,000 بيع. ما منه الفايدة الفعلية، لكن ما عندي مكان خلاص. والله المنتجات تسوى وايد صراحة، المنتجات فعلا تسوى. خلنا نحطينا هني خباز مرة ثانية. خلنا نشوف الوصفات دقيقة. بيض، حليب، عندنا وايد حليب الحين نقدر نسوي. ما بسوي بس ويت بروحه، لا بستهلك كل شيء مع بعض. شو اخبار البيت؟ شو اخباره؟ ولا الطحين عفوا. الحين عندي 16,000 فوائد عندي. انزين يعني حاطين مطحنة واحدة غير، والله بتسوي بلاوي. انزين هلا نحطي برودكشن، حاطين خباز. زين انت يا خباز، هذا الخباز سوي خبز. خبز سعره طيب وينباع وزين. انزين نبا بيت. نوت انف موني، انا ما بيهلكني في اللعبة غير سالفة بيع 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 بيع. زين لو نسوي هالعملية اوتوماتيك والله بنرتاح، والله بنرتاح صراحة. انا منتجات معينة انا اخليها مثلا بكمية معينة عندي، ما يا اخ ما بكمية اكبر التم عندي. زين خلنا نسوي تدريب ثاني. تدريب في تدريب بمية الف كان. صبر خلنا نبيع وسوي اخبركم شو يسوي. ابيع البيض برايه، ابيع البيض كلها. التدريب هذا يزيد 10% كل شيء. شوفوا 100,000
كواليتي الجودة 10%، يعني سعره المفروض يرتفع، وكوانتيتي في هارفست 10%، يعطينا كمية أكبر، يعطينا سبيشاليزد، يعني نزيد إنتاج البيض، نزيد إنتاج الخنازير، بس لحم ما سوينا نحن لحم بعد، زين نزيد reduce profitability of disease، أوكي faster production، أوكي الدواجن يسوون أسرع إنتاجهم أسرع، كان كل شيء أسرع قاعد يستوي، زين صبر hire manufacturer، بيت رقم كم؟ 20 hire manufacturer choose 20 manufacturing 20 manufacturing 20 زين الحين خلنا نعينهم في المخبز، اوريدي تعينوا في المخبز hire مصنع، يا حبيبي يا مصنع ما في انديورنس بنحطه ما عندنا مشكله، استوى عندنا أربع أشخاص هني محتاجين شوية تدريبات، مانوفاكتشرينج فل، مانوفاكتشرينج بعد سوية أولى، تصنيع فل، والتحمل فل، أوكي استوى عندنا مخبز ثالث، مخبز ثالث هذا راح اقتصاد، اقتصاد الحين صدق دشينا في عالم المصانع يعني أكثر من أي شيء، أي المهم ما شيء سويتهم وخليتهم بروحهم يشتغلون وقاعدين ينتجون وينتجون طول اليوم. واحد من فترة ما اشتريت يعني هالسوالف صراحة، بس هذا ليش ما ينتجونه؟ Not enough stuff. ليش؟ Planting. Plant. ما يكفيك الحين؟ بعد يقول لي مش ما في موظفين كفاية. غير. يلا انديورنس انت فيك انا باخذك بلانتس بلانتس 70 واحد حطينا يلا ساير والله غير خسائر ما فيكم، خلنا نطوف الشتاء شو رايكم، سكيب وينتر انيمال برودكتكس انكم 198000 يعني بسوي فايده فاكتوريز انكم انزين، وفي التريننج هذا مطوله سنة كاملة ياخذ، الحين بيبدون على طول شو ينتجون اشياء، خلنا نسير ونبيع لان عندنا انتاج الشتاء اظني مفروض اوكي هاي آه لا لا الوضع الوضع خطير جدا هني في الانتاج، واحد يعني غصت في اللعبة اكثر ما انا كنت متوقع بكثير صراحة. الحليب شو اخباره؟ والله الحليب قاعد يستهلك، نسوي شو كيك، نبيع كيك عفوا مش خبز، انا اقول خبز من متى كيك، الويت شو اخباره؟ القمح الاسهل هي هنا عند البيع سل، الطحين طحين القمح شو اخباره؟ 11000 نقدر نحطي واحد ثاني او نزيد انتاجيتهم، ما يحتاج لان ابى زياده شوي بس لان هذا خطيرين خطيرين ناس ينتجون كم من متى ما شاء الله عليهم شغالين انتاج، الحين بيطيرون في الانتاج شوي بعد كل شيء عندنا الحين، هذا ياس يقول لي موظفين يا رجل يبغى له موظفين زيادة، يقول في حد يحتاج شيء هني قبل نسكر الحلقة صراحة لعبة خطيرة جدا، تبالي امتد للمنطقة الثانية هاي ابو هاي وبأي بشارع لهني ايش توي اشتريت ارض انا ولا ما اشتريت اي هذه ها بس الحين يعاملني على انها مش ارضي ها يعني على الخريطة
هاي برا عن النطاق، ما بعني اياها اصلا. انا اشتريت الصوب الثاني، انا اشتريته هني في قرية ثانية هناك. شو هذا؟ رينوفيت، اقدر ارد اسويه. لحظة خلني بالشارع. فلوس يا حبيبي، على الفلوس. بروحه كم بيب؟ 94,000. نايس نايس نايس، من خاطر نايس نايس. لان احنا نتم نصرف صرف كبير دايم، ما احس في الانكم، بس اظن الانكم قوي. نيب هني شارع لين تراش. اوه بتم ادفع فلوس هني. الحين اقدر اسوي رينوفيت، اظن لازم اوصل الشوارع. ها شو هاوس بيوت، وهذا نايس. المهم هذا بيكون موضوع ثاني بعدين. نشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة على خير، ومشكورين على المتابعة والدعم القوي للقناة. صراحة دعم عندنا جامد مستفي في القناة صراحة، فأشكركم كثير الشكر. نراكم إن شاء الله في حلقات قادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.